أزمة الدولار في السوق المحلية في لبنان لم تعد خفية وبدأت انعكاساتها تظهر على حياة الناس. المؤشر الذي دق جرس الإنذار حيال الأزمة هو إضراب ليوم واحد لأصحاب محطات الوقود أشعل جدلاً ومخاوف حيال مخزونات الدولة من الدولار. أصحاب محطات الوقود أضربوا لتكبدهم خسائر فادحة بسبب إصرار المواطن على شراء المحروقات بالليرة اللبنانية، طبعا لعدم توفر الدولار في السوق في الوقت الذي يتم شراء تلك المحروقات بالدولار مع أصحاب المحطات. نقص الدولار يعود إلى الإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان للحد من تراجع احتياطاته بالعملات الصعبة، وقد بدأ اللبنانيون يلمسون قيودا من البنوك على التحويل من الليرة إلى الدولار أو سحب ودائعهم بالدولار، والتي تشكل 70% من ودائع القطاع المصرفي. مع الأرقام اللافتة في الأزمة المتصاعدة، حديث عن ارتفاع واردات الوقود إلى لبنان بنحو 1,700,000,000 دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، ما فاقم أزمة سحب الدولار من السوق المحلية، وهو ارتفاع لا يتسق مع أسعار النفط العالمية والاحتياجات السوق اللبناني، ما يطرح فرضيات أخرى منها نشاط تجارة الوقود بين لبنان وسوريا في ظل العقوبات الدولية التي تحد من قدرة نظام الأسد على الاستيراد المباشر. تعقيدات مشابهة تشهدها قطاعات أخرى منها قطاع التعليم، حيث بدأت بعض الجامعات ترفض استيفاء الرسوم بغير الدولار. قطاع آخر يتعلق بلقمة عيش المواطن العادي، وهو مطاحن الدقيق التي بدأت تلوح برفع الأسعار نتيجة فقدان الدولار، ما سينعكس على أسعار الخبز. شيلان فطيري، العربية.